هي موجودة أساسا في بشرتنا، بس مع التقدم بالسن والعوامل الخارجية نبدأ نفقدها تدريجيا. نتكلم إن شاء الله اليوم عن اليوريا. طيب إيش هي اليوريا؟ اليوريا مادة طبيعية موجودة أساسا في بشرتنا. طيب إيش فائدة اليوريا أو إيش يسوي اليوريا؟ أولا الفائدة اللي متعارف عليها الترطيب. اليوريا يحب الماء، عشان كذا يجذبه ويحتفظ فيه بالخلايا الجلدية، وعشان كذا نشوف بشرتنا رطبة ويزيد مرونتها. أيضا اليوريا يعتبر مادة مذيبة للكيراتين، إيش يحتفظ فيه بالخلايا الجلدية، وعشان كذا نشوف بشرتنا رطبة ويزيد مرونتها. أيضا اليوريا يعتبر مادة مذيبة للكيراتين، إيش يحتفظ فيه بالكيراتين، بروتين أساسي في البشرة يكون طبقتها الخارجية التي تحمي البشرة. لكن في بعض الحالات البشرة تكون هذه الطبقة سميكة وخشنة، مثل تصبغ الركب، مثل خشونة الأقدام، مثل الأكزيما، فيجي اليوريا هنا ويذيب طبقة الكيراتين بالطبقة سميكة وخشنة مثل تصبغ الركب مثل خشونة الأقدام مثل الأكزيما فيجي اليوريا هنا ويذيب طبقة الكيراتين بالطبقة سميكة. لما يزيد اليوريا طبقة من كيراتين البشرة، فإن يسمح للمكونات الدخول بالبشرة بشكل أعمق. ليش دائما أقول لكم استخدموا كريم التفتيح بعد 14 يوم من استخدام اليوريا؟ ليش؟ لأنه يخلي البشرة تمتص السيرومات وكل شيء يكون يستخدم بهذاك الوقت بشكل أعمق. فدائما احنا نستهدف كريمات التفتيح وكريمات أحماض الفواكه بتركيز معتدل. البعض يستخدم منتجات فيها عطور، كريمات فيها تقشير بتراكيز قوية، فبالتالي ممكن يصبح عندهم ردة فعل عكسية في البشرة، فممكن يلاحظون هذا الاسمرار. وهذا السبب العلمي، اليوريا مادة مفيدة ومرطبة فعل عكسية في البشرة، فممكن يلاحظون هذا الاسمرار. وهذا السبب العلمي، اليوريا مادة مفيدة ومرطبة فعل عكسية في البشرة، فممكن يلاحظون هذا الاسمرار. وهذا السبب العلمي، اليوريا مادة مفيدة ومرطبة فعل عكسية في البشرة، فممكن يلاحظون هذا الاسمرار. وهذا السبب العلمي، اليوريا مادة مفيدة ومرطبة فعل عكسية في البشرة، فممكن يلاحظون هذا الاسمرار. وهذا السبب. بشرتنا لها حاجز، حاجز البشرة هذا هو اللي دافع عن البشرة ويخليها مرنة وتتحمل الظروف اللي تمر فيها. طبعا كل ما نستخدم غسولات، مقشرات في فيزيائية، صوابين قوية، كلها تأثر على دهون البشرة تدريجيا، فكذا يضعف الحاجز الواقي ويفقد قدرته على الاحتفاظ بالماء، وأحيانا يحصل الجفاف. طبعا هذه الطبقة مهمة، عشان كذا اليوريا يحافظ على أن الدهون تثبت ولا تتأثر ولا يتدمر الحاجز للبشرة ويقويه، وأيضا يهدئ من تهيجات البشرة ويلطفها البشرة ويقويه وأيضا يهدئ من تهيجات البشرة ويلطفها البشرة ويقويه